شرفني في صالة التحرير النهاردة ضيفي المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك. أهلا بيك فن. خليني أبدأ الأخبار مع حضراتكو. رئيس السيسي يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وإصلاحها إداريا لزيادة الإنتاج. أخذ رأي حضرتك في أول خبر سيادتي. خبر طبعا خبر جيد وخبر ماشي في ومتسق مع ما تفضل السيد رئيس الجمهورية بإعلانه. أيوة. بأن يعني سوف يوجه الولاية الثانية لحكمه نحو الاهتمام بالإصلاحات الإدارية وإعادة هيكلة القطاعات بكامل أنواعها، وأيضا تحدث عن الاهتمام بالعنصر البشري، وده كله يأتي في مقام ما تحدث به الرئيس. والحقيقة احنا لما كنا بنسأل محتاجين ايه في الولاية التانية يمكن قبل اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، كنت اتحدث انه يعني الولاية الاولى كانت فيها تركيز حول تثبيت اركان الدولة وفيها انجاز حقيقي في البنية التحتية واعادة بناء الثقة مرة أخرى في, 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 في بلدنا. أيوة. وفي نظامها وفي أجهزتها. أنا الأوان أن احنا ننتقل باهتمامنا في الفترة الثانية نحو الإصلاحات الهيكلية لكافة القطاعات. ولما بنقول إصلاحات هيكلية أنا عايز بس نبسطها، احنا عندنا في موارد محتاجين أن احنا نعظمها طبعا، وأهم هذه الموارد هي الموارد المحلية. أيوة. بحكم يعني التخصص يعني والشغل فيها يكاد يكون مش عايز اقول يعني منعدم، ولكن اقل بكثير جدا 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 من المفترض يكون طبعا. ولو جات فرصه هنتكلم في بعض التخصصات في حاجات ليها كتير، نقدر نجيب فلوس من حتت كتير قوي بعيد عن تحميل موازنه الدوله اكتر من الشكل اللي هي فيه. ايضا شركات قطاع الاعمال ده بيزنس. ايوه. يعني شركه يمثلها شركة أخرى قطاع خاص أو وفيها مستثمرين بتنجح. أيوة. دي ما بتنجحش ليه؟ يعني ما فهي مسألة إدارة. وبعدين أنا الأوان إن إحنا أي تشوهات في أي هيكل مالي لابد إن إحنا نواجهه ونخلص منه بأي طريقة. أيوة. بأي طريقة. أيوة. مسألة فيها سعرين، سلعة فيها سعرين، لابد إن إحنا نتدرج في إن إحنا ننتهي من هذه الأمور. مخاوف، المخاوف يتم التعامل معها بضوابط وليس بالمنع. يعني هغير من أسعار المحروقات، في مخاوف حول الفئات نحط ضوابط فيها. صحيح. شفنا نأمنهم بحماية، إقرار بإجراءات حماية. أي. قطاع أعمال عنده أصول. أنا مش عايز أخش في التفاصيل، لكن مسألة أن أنا الدولة تتحمل من وزنتها بعد كده أموال الحقيقه مش بدل ما تروح للتنميه تروح لان هي تسد خسائر ناس فاشلين. ايوه. انا الاول ان احنا نقف بقى كفايه. كفايه. وجه سياده الرئيس.